معي من الموصل مراسلنا وسام يوسف. وسام، مساء الخير لك الكلام لتحدثنا عن آخر تطورات. نتحدث طبعا عن تقدم أكبر من أمس يوما بعد يوم باتجاه جامع النوري على الأرض، يعني يختلف المشهد يوما بعد يوم؟ بالتأكيد نعم، المشهد يختلف يوما بعد يوم، خاصة في محيط المدينة القديمة وفي الأحياء المتبقية من مدينة الموصل الجزء الغربي منها. ما تحقق هذا النهار تحديدا إلى الغرب من المدينة القديمة، سوف أبدأ اللي هي مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب اليوم دخلت إلى حي الثورة الذي هو إلى الشمال الغربي من المدينة القديمة، تمكنت من التوغل فيه ونجحت في تحقيق جزء مهم، تحرير جزء مهم من هذا الحي. هي مستمرة في عملية التقدم، وكذلك في حي التنك جزء كبير من هذا الحي تم تحريره للنهار الثالث، لأن هذا يعتبر أحد أكبر أحياء مدينة الموصل. بما يخص المدينة القديمة والعملية الأكبر والمعركة الأكبر في الجزء الغربي من مدينة الموصل، كذلك اليوم تقدمت قوات مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع من 3 محاور إلى هذه المدينة، شنت عملية مهمة كانت هذا النهار. وعناصر داعش، مقاتلو داعش في محيط المدينة القديمة وفي محيط جامع النوري، كان هناك مقاومة شرسة من عناصر داعش هذا النهار. الى تقريبا الى قريب من ساعتين من الان كانت هناك، لا زالت المواجهات مستمره ولكن خفت وتيرته الى حد الان. القوات العراقيه فعلا نجحت في تعزيز مواقعها في محيط الموصل القديمه، توغلت في بعض الشوارع والازقه لمدينه الموصل القديمه، ولكن عناصر داعش حاولوا كما في كل مرة حاولوا أيضا استعمال أسلحة كيميائية هذا النهار باتجاه قطاعات الجيش. استعملوا قنابل تحمل غاز الكلور باتجاه الجيش، ولكن لم يؤثر هذا الغاز أو هذه القنابل على قطاعات الجيش، بالعكس استمرت في تقدمها. المعارك سوف تستمر خلال الأيام القادمة لكسر الحواجز التي اتخذها داعش أو خط الصد الذي اتخذه داعش في المنطقة القديمة التي هي بين المنازل وبين الأزقة الضيقة، ولا زال ينشر قناصيه في هذه المناطق على شكل خطوط، خط أول وخط ثاني، ما أن تحاول القوات العراقية كسر خط معين حتى يحاول عناصر داعش التماسك في خط آخر للقناصين. نعم، ماذا عن نازحي هذه الأحياء؟ فيما يخص نازحي الموصل القديمة، لا زالت الأهالي في الموصل القديمة يعانون من صعوبة في الخروج منها. طبيعة المنطقة، منطقة الموصل القديمة، تجعل من الصعوبة تأمين ممرات آمنة فيها، لأن الأزقة ضيقة ومتشعبة، من الصعوبة على المدنيين سلوك طريق آمن في هذه المناطق. لم نشاهد نزوح عوائل من الموصل القديمة. النزوح اقتصر على حي الثورة والأحياء إلى الغرب من الموصل القديمة. الموصل القديمة لا زال لحد الآن الأهالي محاصرون فيها، رغم محاولات الجيش تأمين طرق آمنة منها، ولكن الأهالي لا زالوا متخوفون من العبور والخروج باتجاه القوات الأمنية. نتأمل أنه خلال نهار أمس أو الأيام القليلة القادمة أن تتمكن القوات العراقية من تأمين ممر آمن أو عدة ممرات آمنة كما علمنا من هذه المنطقة لغرض إجلاء المدنيين. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من الموصل، مراسلنا وسام يوسف.